شو معنات متباينة؟ إذا كانت تحوي إشارة أكبر من أو أصغر من، أو أكبر أو يساوي أو أصغر أو يساوي. أكتب متباينة الآن. إذا كان وزن حقيبة السفر يجب أن يقل عن 18 كيلو، نقول المتباينة هي س أصغر من 18. مثال آخر، يجب أن يكون عمرك أكبر من 12 سنة. المتباينة هي عين أكبر من 12. تحقق من فهمك. ألف، يجب أن يكون عمرك أكبر من 18 حتى تقود السيارة. إذن الحل عين أكبر من 18. تحقق من فهمك. باء، يجب أن يكون عمر اللاعب في فريق الناشئين أصغر من 17. الحل عين أصغر من 17. إذن يستعمل الرمز أكبر من أو يساوي ليجمع بين الإشارة الأكبر والمساواة، وكذلك أصغر من أو يساوي ليجمع بين إشارة الأصغر مع المساواة. بالأمثلة تتوضح أكثر. يجب أن لا يقل طولك عن 120. الحل يعني 120 وأكثر. إذن المتباين الطاء أكبر أو يساوي 120. آخر، يجب أن يكون عمرك 12 سنة لتطلب من قائمة الأطفال، يعني 12 فأقل سين أصغر أو تساوي 12. تحقق من فهمك. جيم، يجب أن يكون عمرك 15 سنة أو أكبر، إذن عين أكبر أو يساوي 15. دال، يتسع خزان الوقود لستين لترا على الأكثر، يعني 60 فأقل، إذن المتباينة واو أصغر أو يساوي 60. إذن هنا أصغر من أقل من، نأخذ هذه الإشارة أصغر، أكبر من أو أكثر من إشارة أكبر، أصغر من أو يساوي إشارة أصغر وتحتها هذه الخط، يعني يساوي هذا الخط، أقل من أو يساوي، أو على الأكثر نستخدمها، أكبر من أو يساوي نستخدم هذه الإشارة، إشارة أكبر وتحتها هذا الخط، أكثر من أو يساوي، أو نقول على الأقل. بيّن إذا كانت كل متباينة في ميات صحيحة أم خاطئة عند القيمة المعطى ألف زائد اثنين أكبر من ثمانية، عندما ألف تساوي خمسة. نعوض، خمسة زائد اثنين هل هي أكبر من ثمانية؟ تطلع معنا سبعة، ليست أكبر من ثمانية، بما أن السبعة ليست أكبر من ثمانية فالمتباينة خاطئة. مثال آخر، هل المتباينة هاي صحيحة أم خاطئة عند سين تساوي ثلاث؟ عشرة أصغر من سبعة ناقص سين. نعوض عند سين ناقص ثلاث، إذن سبعة ناقص ناقص ثلاث تطلع عشرة، فالعشرة هل هي أصغر من العشرة؟ عشرة تساوي عشرة صحيحة، إذن العبارة عشرة أصغر من عشرة أصغر أو يساوي عشرة تكون صحيحة، فالمتباينة صحيحة عند سين تساوي ناقص ثلاث. إذن سبعة ليست أكبر من سبعة، تقرأ سبعة ليست أكبر من ثمانية، هون سبعة ليست أكبر من ثمانية، إشارة أكبر وهذا الخط. حقق من فهمك. هل المتباينة هي صحيحة أم خاطئة عند نون تساوي 18؟ نون أصغر من نون ناقص 6 أصغر من 15. نعوض بدل النون 18، ف 18 ناقص 6 هل هي أصغر من 15؟ تطلع 12 أصغر من 21، فالمتباينة صحيحة عند نون تساوي 8. وهذا حل آخر، نحن لسنا في صدده الآن. هل المتباينة هذه
صحيحة عندما باء تساوي 8، نعوض مكان الباء 8، فتصير ناقص 3 في 8 تطلع ناقص 24. هل هي أكبر من 24؟ لا، عدد سالب كيف بده يكون أكبر من العدد الموجود؟ إذا المتباينة خاطئة عند باء تساوي 8. الحل الآخر، هل المتباينة صائبة صحيحة أو خاطئة عند صاد تساوي 1؟ نعوض، إذا عوضنا بدل الصاد 1 فالخمسة في 1 تطلع 5، 5 ناقص 2، إذا ناقص 2. هل الناقص 2 أكبر من ناقص 2؟ لا، إذا المتباينة خاطئة عندما صاد تساوي 1. تمثيل المتباينات على خط الأعداد، مثل على خط الأعداد نون أصغر من 3، ما في يساوي تحتها، إذا دائرة مفتوحة وإلى اليسار. نون أكبر أو يساوي، طالما في يساوي عند الثلاث نحط نضع دائرة مغلقة، إذا دائرة مغلقة أكبر إلى اليمين إلى موجب ما لنا. مثل سين أكبر من 2، إذا لا يوجد يساوي، نضعها دائرة مفتوحة أكبر إلى اليمين إلى موجب ما لنا. مثل المتباين سين أصغر من 1، إذا لا يوجد يساوي، إذا دائرة مفتوحة عند الواحد و إلى اليسار إلى السالب لا نهاية. مثل المتباينة سين أصغر أو يساوي 5، طالما في يساوي نضع دائرة مغلقة وإلى اليسار إلى السالب ما لا نهاية. أخيرا سين أكبر أو يساوي سالب 4، إذا دائرة مغلقة عند السالب 4 وأكبر إلى اليمين. قل الحمد لله رب العالمين. على الطالب أن يحل الأسئلة في صفحة 83 وصفحة 84، وسوف أقوم بتسليمها.